بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في الحلقة الثانية من سلسلة كبسولة ربحية. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن كيفية الربح من موقع أمازون من خلال طريقتين مجانا ممكن أنا أربح من هذا الموقع. اليوم هنتحدث عن طريقتين أخرتين للربح من موقع أمازون، ولكن هيحتاجوا رأس مال. الطريقة الأولى للربح من موقع أمازون وهحتاج ليها رأس مال إن أنا أشتري من موقع أمازون وابدا ان انا احصل على البضائع وابيعها في بلدي او ابيعها على مواقع اخرى زي موقع سوق، زي موقع جوميا، زي موقع انفاتو او اي موقع تو بي او اي موقع من المواقع اللي ممكن ان انا ابيع عليها، او حتى موقع زي موقع اوليكس او اي موقع الكتروني تقدر تبيع عليه منتجاتك، او تعمل صفحه على الفيسبوك وتبدا تبيع منتجاتك من خلال المنتجات او الستور الموجود على الفيسبوك. فبشوف المنتجات اللي موجوده في امازون لو هي منتجات فعلا يعني ذات جودة جيدة ومنتجات سعرها مناسب، ببدأ ان انا اشتري هذه المنتجات وبحصل عليها بطرق مختلفة بتوصلني لغاية بلدي. مش الكلام ده في الدورات، مش هتكلم في التفاصيل، هنقول بس الافكار في عجالة عشان البرنامج ما يكونش طويل معكم. يبقى الطريقة اللي ممكن اربح بيها الاولى ولكن مدفوعة، الشراء من موقع امازون ثم اعادة البيع بسعر اعلى، وده يندرج تحت بند التجارة الالكترونية او الاي كوميرس. الطريقة الرابعة للربح من موقع امازون ولكن طريقة مدفوعة، ودي افضل طريقة ممكن تربح منها اموال، هي البيع على موقع امازون او ما يطلق عليه امازون FBA، اختصار ثلاث كلمات Fulfillment by Amazon، او ضمان الوفاء من خلال موقع امازون FBA. فببدأ ان انا بعرض منتجاتي على امازون، ببدأ اشحنها لموقع امازون عن طريق ان هو بأجر ستور في موقع امازون في امريكا، في انجلترا، في اي بلد من البلاد، وبيبدا امازون اي شخص بيشتري بيبدا يشحن البضائع اللي هي موجوده عنده الخاصه بك انت للمشتري، بيبدا يحصل الاموال، بيبدا يعطيك الاموال ويخصم العموله الخاصه بك. فانت كده حولت امازون ان هو اللي شغال عندك مش انت اللي شغال عنده. فامازون افليت، انت بتسوق مقابل عموله، في امازون اف بي اي انت بتبيع وامازون هو اللي بيحصل على عموله مقابل عمليه البيع. كان معكم الدكتور علي الحسين، ونلقاكم في حلقات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.